البيفدي هي الحزب اللي الحاكم في كردستان سوريا كان دائما حليف مع الأسد من أيام زمان. هذا ليس جديد. فطول المعركة اللي دارت في سوريا في السنوات الأخيرة الأكراد ما كانوا ضد الأسد، فأعطوا فرصة لأسد يتصرف في الجبهات الأخرى. وكمان هلا نحن سمينا أنهم كمان رمموا تمثال الأسد مش عارف في درزور في درزور. ومن هون علاقات البيفدي ما رجيم ما نظام في سوريا ليس من جديد. لكن كان هناك حلم كردي يعني لتشكيل ربما كيان في سوريا، كيان مشترك بين أكراد سوريا وأكراد العراق في هذه المنطقة تحديدا، يعني مستقل إلى حد ما وفيه حكم ذاتي لبعض الفصائل الكردية. صحيح. يعني الحزب الحاكم في كردستان سوريا ما كان يحكي عن حكم ذاتي، هذا كان حديث الأكراد في العراق. في العراق هم دائما اعتبروا أنفسهم جزء من سوريا، ولكن بسبب التطورات في سوريا فهم لقوا أنفسهم لوحدهم بدون 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 حكومة سوريا تحكم عليهم، فانفردوا ورتبوا لهم نظام خاص بهم. فاليوم بشار الأسد يعني مضطر يعترف بذلك باطنا مش ظاهرا. ولكن مش زي أكراد العراقي اللي أعلنوا استقلال من الأخيري، هذول لا ينوون إعلان استقلال. هل ترى أن الحكومة السورية بناء على ما ذكرت ستتجند بالفعل وتلبي نداء الفصائل الكردية، أم أنها تولي أهمية ربما لملف إدلب وملفات أخرى قبل التجند لهذا الملف؟ لا، نظام الأسد ما عنده القوة البشرية يعني تنصرف لمساعدة الأكراد. هم كمان حاليا مش بحاجة لذلك، لأنه في عندهم دعم أمريكي، في قوة أمريكية موجودة في المنبيج في المنبيج في المنبيج في المنبيج في دراك مشتركة مع تركيا، وكمان في حقول البترول تبع كردستان. فمن هون تهديدات أردوغان هي تهديدات أردوغان اللي عرفناها، يعني مش بضرورة أردوغان بيهدد من شان ينفذ.